علاقة حضرتك ايه بقى بالفنانة فاتن حمامة مثلا؟ مش عارفة دي، أنا مش بحبها. ليه؟ هل يمكن طريقة التمثيل مختلفة؟ لا لا لا، هي رفضتني من كذا فيلم، قالت لهم لا بلاش سناء جميل. هي طبعا دلوقتي تقول لا أنا ما قلتش، بس لا هي قالت. وبعدين هل هي كانت في المعهد دفعة حضرتك؟ لا، قبل مني هي وفريد شوقي. هي وفريد شوقي. ايه رأيك فيها كممثلة بقى؟ أو مين كان على الساحة يعجبك؟ لا يعني هي كممثلة ليها حاجات كويسة وليها حاجات هي حفظتها. فبتؤديها كما حفظتها.